هاي شلونكم؟ شو اخباركم؟ احس نفسي حيل غريبه، واحس انه اول ما ينزل هالسناب وايد ناس رح تزفني. اوريدي في ناس من امس قاعد يزفوني، ما ادري ليش، بس بعدين استوعبت ان انا فجاه دريت ان انا مسافره، فالناس صار فيها رهف متى سافرتي، متى مداك، ما ادري شنو. بس صدق سفره سريعه، يعني صارت فجاه، راح اروح وارجع بسرعه. انا ان شاء الله عندي شغل بالكويت، حاليا انا بمصر عندي شغل قاعد أخلصه وراح أرد الكويت نكمل شغلنا اللي بالكويت. هذا أكثر سؤال قاعد نسأل هالفترة، وأكثر شيء كرهته بالفندق، ما حد سأل، بس أكثر شيء كرهته بالفندق الإضاءة. يعني يا تعدلون الإضاءة يا أقول اسمكم، أنا أتوقع في ناس تدري منه. يعني كسروا خاطري والله، أنا قاعد أتحلطم على الإضاءة وهمانة، يعني من التان صايرة، ما يعني ما ألوم الإضاءة صاير لوني غريب، وقاعد جسمي قاعد يتقشر، و سويت شيء وايد غلط، بلشتان ويت سافرت يعني توني واصلة، وهم قاعد أكمل، قاعد أسوي وايد أشياء غلط، وقاعد أتحطم وياكم على ما يوصل سايق. وين بتروحون اليوم؟ ما أدري وين بروح، بس أنا واصلة من أمس. أمس ما مداني أسوي شيء، بس رحنا مطعم كلينا. إذا في أماكن حلوة جديدة طلعت ويا راح أحط لكم. مثل ما قلت لكم هي سفرة سريعة، سفرة شغل يعني الأمانة، بس حاضر وقاعد أحاول أرجع الموضوع عشان لا تعصبون علي وايد. اخر شيء راح اقوله والله اخر شيء صدق، يعني انا ما راح اسولف، بس يعني انا ليش شي سويت، ليش صورتي كذي؟ زين كا هني